ولن تغيب عنا ذكرى الشهداء الذين لبوا نداء الواجب فلن ينسى البحرينيون فضائل الشهيد وماثره. فالشهيد الذي لبس ثوب المروءه لم يتوانى لحظه عن اداء واجبه المشرف. لا تخفى علينا جميعا منزله من يضحي بنفسه عند ربه من اجل دينه ووطنه. ولا نغفل عن عظيم مكانه من ارخص الدنيا في ناظره ووهب قلبه الى بارئه. فصار كالشمع يحرق نفسه ويذيب روحه كي ينير دروب الاخرين ويضيء عتمات لياليهم. ان ذلك المرء الذي لبس ثوب المروءه وتزين بحله الشهامه لم يتوانى لحظه في اداء واجبه المشرف مستجيبا لاستغاثه امته وصوت وطنه. واذا ما اردنا ان نستعرض نماذج لاولئك الذين ضحوا بدمائهم وبذلوا الغالي والنفيس. فلا بد ان نستذكر السيره العطره لشهدائنا البواسل، اولئك الشباب الذين تفانوا من اجل امن بلادهم امام الارهابيين في الداخل، واولئك الذين شاركوا في عمليه عاصفه الحزم واعاده الامل في اليمن الشقيق. فقد تقرر ان يكون اليوم السابع عشر من ديسمبر من كل عام الذي يصادف يوم عيد جلوسنا. مناسبة احتفاء وتكريم للشهداء تقديرا واعتزازا لما قدموه لوطنهم وامتهم من تضحيه وفداء. ومن اجل ان تبقى اسماء شهدائنا الابرار علامه مضيئه وخالده في تاريخ هذا البلاد خصص جلاله العاهل المفدى يوم السابع عشر من ديسمبر من كل عام مناسبه للاحتفاء بشهدائنا العظام وتجديدا لاستذكار تلك المفاخر النبيله اعتزازا لما قدموه لوطنهم ودينهم وعروبتهم من بذل وفداء وما توجيه قائدنا المفدى لان يكون السابع عشر من ديسمبر يوما للشهيد والمصادف ليوم مجيد له خصوصيته في الذاكره الوطنيه إلا عرفانا منه بفضائل شهداء الواجب والوطن التي سطرها جنوده بدمائهم الزكية. فالبحرين بها قوم إذا وثبوا لمجد تحقق من وثوبهم المحال، وإن قالوا على الأيام قولا رأيت القول تدعمه الفعال. صالح يوسف من مركز الأخبار تلفزيون البحرين.